ياسمين. الميز بتقول لي لما تفعتيش مصاريف المدرسة ما تجيش بكرة. خلاص روحي بعد بكرة. وكمان عايزين تبرعات للفقراء. عايزين تبرعات مننا يدوها للفقراء ولا هيلموا تبرعات يدوها لنا احنا؟ هو انا ليه كل ما اقولك على حاجة تقولي لا بقى؟ انا بقولك لا على كل حاجة يا مفترية. ليه مش امبارح قلتيلي يا بابا انا عايز اخش انام قلتلك اه خش نامي؟ ليه يا رب ما خلتش بابا غني. عادل ده كعب الغاز لسه ما اتدفعش، وده كعب الكهرباء ولسه ما اتدفعش، وده كعب الجزمه اتكسر ولسه ما اتصلحش. يا عادل انا مش بعرج. يا عادل ايوه يا حبيبتي واضح ان انت ماشيه بتعرجي وانت بتضحكي على ماما. بص يا حبيبتي اكسري الكعب التاني هتمشي مظبوط على طول. يا ربي يا ربي ليه ما خليتش جوزي راجل غني؟ ليه بس كده؟ عادل الحق يا عادل. ايه يا ماما؟ موتور مكنه الخياطه فوت وعايزينك تغيره. طب يا ماما ليه اغيره؟ يعني ما نعمل للموتور ده نص عمره مثلا؟ يا ابني خامس مره عملنا نص عمره الموتور، وكل نص عمره يشتغل وبعدين يبطل. طب ونعمل ايه يا ماما؟ ما انا معيش فلوس ان انا اجيب لك موتور جديد يا ماما. يعني هبك تمشي ببنطلونك مفتوق من ورا والناس تضحك عليك؟ يا ماما انا متهالي احسن امشي بالبنطلون مفتوق من ورا بدل ما تخيطهولي والناس يضحكوا عليا اكتر. يعني يا رب ليه ما خليتش ابني غني؟ يا رب يا رب. عادل عادل. ايوه يا حماتي تحت امرك. عادل من فضلك انا عاوزاك تدفع الفلوس بتاعت البطاطينات اللي انا جبتها بالتقسيط وبهدفعهم لك من المعاش. من المعاش؟ يا حماتي ما انا لغايه دلوقتي بدفع لك القسط بتاع اوضه النوم اللي انت قلتي هتدفعيه من المعاش، وبدفع لك القسط بتاع السشوار اللي بتضربي بيه دماغك انت وبنتك وقلتي هتدفعيه من المعاش، وقسط التريننج اللي انت لابساه ده وقلتي برضه هتدفعيه من المعاش. يا سلام، ودول اهم البطاطينات؟ يعني انت بترفض؟ انا لا املك حق الرفض، زائد ان لا املك مليم عشان ادفع لك صراحه. يعني ليه يا رب؟ ليه يا رب ما خلقتش جوز بنتي غني؟ ابي عادل ابي عادل. ايوه عايزه ايه يا نجلاء؟ عاوز احول من جامعه الحكومه لجامعه خاصه. ليه جامعه الحكومه دي بفلوس ولا ببلاش؟ ببلاش. طيب والجامعه الخاصه دي بفلوس ولا ببلاش؟ بفلوس. يعني هي زياده مصاريف، ما عندك واحده ببلاش، ايه اللي يوديك من ام فلوس؟ وبعدين انت كده كده يا ماما بفلوس ببلاش هتتخرجي وتتجوزي تقعدي في بيتك. ليه يا ربي ما خليتش جوز اختي غني؟ عايزه ايه يا سناء؟ بصي مفيش فلوس، وحتى لو في فلوس فبرضه مفيش فلوس. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ انا عايزه فلوس اللي عليك اللي انت سالفها يا نصاب. فلوس اللي افتح الباب افتح الباب يا ياسمين. دول يا حبيبي. ازيك يا ياسمين يا كلبوزه يا حبيب قلبي كلبوزه. اوعى بقى خدي ورم منك. دولا حبيبي بقول لك ايه يا دولا؟ دلوقتي شركه النظافه عامه عايزه 50 جنيه حق تنظيف البازار وانا معيش فلوس يا دولا. وانا هجيب لكم فلوس منين؟ 50 جنيه عشان نظافه ب 50 جنيه؟ ليه يا رب ما خليتش دولا غني؟ يا سلام. وبعدين اساسا شركه النظافه دي لو جت نظفت البازار مش انت تبقى قاعد فيه؟ ما هيفضل مطين برضه هيفضل وسخ. انا معيش فلوس، اجيب لكم فلوس منين؟ اجيب لكم فلوس منين؟ اجيب فلوس منين؟ فلوس 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 اجيب منين؟ اجيب منين؟ ما انا لو كنت غني ما كانش بقى فيه مشكله. ليه يا رب ما خلقتنيش غني؟ استغفر الله العظيم. كانت اي واحده تطلب اي حاجه كنت هديها. غني غني غني. مليون جنيه بس؟ لا 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 يا ابني يا حبيبي، انت اما تعوز تتكلم معايا وارد عليك ما يكونش معاك اقل من 50 مليون جنيه. ها يلا اقفل 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 اقفل. الشحاتين مالوا البلد. بابي. ايه ياسمين يا حبيبتي؟ ايه مالك زعلانه ليه؟ انا شتمت ميس اليزابيث النهارده، قامت قالت لي كده عيب. قالت لك كده عيب؟ ده انا هربيها من بكره ما تروحيش المدرسه دي. امال اروح فين يا بابي؟
انا هفتح لك سلسله مدارس باسم ياسمين، واجيب ميس اليزابيث دي اشغلها في الحمامات وازنبها طول اليوم. انا بحبك قوي يا بابي. الحمد لله يا رب ان خلقت بابي غني. الحمد لله. خدي يا ياسمين، خدي يا حبيبتي شويه الفلوس دول، روحي هاتي بيهم ملبس، هاتي بيهم حاجه ساعه، اي حاجه اي حاجه. عزيز حبيبي. ايوه حبيبتي. فندق البهاما بهاما. البهاما بهاما انا مش فاكره خالص. اللي في استراليا يا بيبي. ايوه صح صح افتكرته، اللي بعد البحر على يمين نيوزيلندا كده وانت داخله. صح مظبوط. بعتوا لي تشيك بتاع الويك اند اللي فات. وريني كده. ايه ده معقوله؟ 2 مليون دولار بس يعني اسبوع بس اللي انت قعدتيه؟ معقوله؟ لا 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 لا، انا بعت لهم 2 مليون دولار ونص، النص ده زي تبس مثلا. بيبي وود يو مايند ان انا اقضي فيه الاسبوع اللي جاي مع صحباتي اعزمهم هناك؟ ايه ده معقوله للدرجه دي؟ انت بتحبي الفندق ده؟ بصي بيبي، هو على الرغم من ان هو فندق فقير بس انا بحس فيه بالرفاهيه اللي احنا مفتقدينها. لا ما دام بتحسي فيه بالرفاهيه خلاص انا اشتري لك الفندق كله بدل الفندق اللي احنا شاريينه هناك ده في جزر الكاريبي. صراحه الرمله بتاع الجزر الكاريبي بقت ناعمه خالص، بقت تزحلق الواحد وهو ماشي. لا لا يولع الكاريبي يولع خلاص. ثانك يو جاد، ثانك يو جاد، الحمد لله ان انت خلقت جوزي راجل غني. الحمد لله. عادل عادل عادل. ايه يا ماما؟ مش انا قبضت الجمعيه اللي عملتها مع ام ميرفت ب 2 مليون يورو؟ ايه ده معقوله يا ماما؟ معقوله يا ماما؟ ام ميرفت دي مش من مستواكي، دي بتلعب في الملايين بس. معلش يا حبيبي، الجمعيات برضو بتفك ازمه ناس. والله فيك الخير يا ماما. بقول لك ايه يا عادل، عندي جوه 2 مليون جنيه فكه، عايزك توزعهم على الغلابه. ماما معقوله انا امشي بالملاليم دي؟ انت عايزه تخلي شكلي وحش؟ اديهم ياسمين تخرج بيهم، تتفسح بيهم، تلعب بيهم في مناخيرها، في اي حاجه. احمدك يا رب ان ابني طلع غني. الحمد لله. امبوسيبل امبوسيبل، زهقت شعقول الملل اللي انا عايشه فيه. يا ربي، واحده ماسكه الايد دي والتانيه ماسكه الايد دي، طب مين هيمسك رجلاتي؟ مش عارفه. حماتي انا شايف صراحه يعني ان انت مدلعاهم قوي. انا قلت لك نجيب سته من تايلاند، قلتي لي الدليفري هياخد وقته، انا هكتفي بدول، انت اللي قلتي. كيسكو جوفي يا عادل، كيسكو جوفي، يعني انا بخليهم حرام ياكلوا كرواسون؟ ياكلوا كرواسون زي ياكلوا عيش يعني. طيب ما يجراش حاجه، انا السته اللي قلت لك عليهم دول هييجوا برضو في طياره بعد بكره بالليل. ميسي يا عادل، الحمد لله يا رب انك خلقت جوز بنتي غني. الحمد لله. عادل يا عادل يا عادل. عايزه ايه يا سناء؟ انا سبت لك مصروفي 50 مليون جنيه تحت سريرك، عامل لك زياده عن كده؟